بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه بعثه الله عز وجل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة الكريمة المباركة ليلة الجمعة ينعقد مجلسنا الأسبوعي 72 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس 8 من شهر ذي القعدة الحرام 45 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. راجين أن يكون لنا في مجلسنا هذا من مدارسة سنته والاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ما يكون قربة لنا عند ربنا وأجراً عظيماً وذخراً كريماً. كيف لا، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مغنم وربح وبركة كلها، قال عليه الصلاة والسلام: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً، صلى الإله عليك يا خير الورى، يا من بعثت إلى الأنام بشيراً، يا من بعثت إلى البرية رحمة وسعادة وبشارة وسرورا، نفس الفداء لمن يكون شفيعنا وبحوضه يسقى العباد نميرا، صلى الإله على النبي وآله ما طيب الذكر الحكيم صدورا، ما طيب الذكر الحكيم صدورا. وقف بنا الحديث أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية في أثناء الفصل الذي عقده الإمام المصنف رحمه الله لجملة جامعة لمسائل الصلاة متفرقة، فيها أنه كان إذا قام إلى الصلاة يطأطئ رأسه ولا يجاوز بصره إشارته، وأن الله عز وجل قد جعل الصلاة قرة عينه ونعيمه عليه الصلاة والسلام، ولا يعارض ذلك ما كان يشغله فيها ما هو من مهمات من غير أن يكون صارفاً له عما هو فيه من مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم، وساق لذلك أمثلة. وقف بنا الحديث في جملة تلك المسائل إلى صلاته على المنبر وركوعه عليه، ثم نزوله إلى السجود بالقهقرة حتى سجد على الأرض، ثم عاد فصعد المنبر، وصلاته إلى جدار حتى جاءت البهمة تمر بين يديه. نصل حديثنا السابق باللاحق، مستعينين بالله، سائلين إياه التوفيق والسداد والهداية والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جدار فجاءت بهمة تمر بين يديه، فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. يدارئها يفاعلها من المدارأة وهي المدافعة. هذا كان آخر ما وقفنا عليه ليلة الجمعة الماضية، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى جدار، كما أخرج ذلك الأئمة أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، وهذا موضع بين مكة والمدينة، قال: فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه، ثم قال: فجاءت بهمة، وساق الحديث، تمر بين يديه، فما زال يدارئها حتى لصق بطنها بالجدار.
حتى لصق بطنه بالجدار، قال ومرت من ورائه. قال معنى يدارئها يفاعلها من المدارعة وهي المدافعة. إذن لما نزل في طريق سفره يصلي صلى الله عليه وسلم اتصلى إلى جدار، وهذا أول الفوائد وهو اتخاذ السترة في الصلاة ولو كان في غير مسجد بل هو آكد، وهي سنة عنه عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من قال بوجوبها. فلما اتخذ السترة وهذه فائدتها لا يسمح لشيء يمر بينه وبين سترته إذا صلى. قال فجاءت بهمة، والبهمة ولد الغنم ذكرا كان أو أنثى، يعني هو من صغار أولاد الغنم، جاءت تعدو، فلما أرادت المرور بينه وبين الجدار وهو يصلي صلى الله عليه وسلم منعها. كيف منعها؟ قال فما زال يدارئها يدافعها، جاءت وهي بهمة فيدافعها، إما أن يتقدم أو يردها بقدمه أو بيده. قال حتى لصق بطنه بالجدار، المصلي يجعل بينه وبين سترته مسافة حتى تكون متسعا لركوعه وسجوده، ويقدر ذلك بنحو مثلا ذراعين أو ثلاثة. لكن قال فما زال يدارئها حتى يعني تقدم خطوة يدفعها فتتقدم هي، فيتقدم مزيدا يدفعها، حتى لصق بطنه بالجدار، يعني لم يجعل لها مسافة تمر بينه وبين سترته، فليس لها عندئذ إلا أن تغادر إلى طريق آخر أو تعبر من ورائه. وهكذا قال ومرت من ورائه. إذن هذه حركة وقعت في الصلاة، لكنها ليست عبثا وليست شاغلا له عما هو فيه صلى الله عليه وسلم من متعته بالصلاة وأنسه بها واشتغال قلبه العظيم بمناجاة الله وذكره في الصلاة عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان يصلي فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا، فأخذهما بيديه فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة، ولفظ أحمد فيه فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ففرع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف. هذا موضع آخر من مواضع صلاته عليه الصلاة والسلام، أنه حدث فيه أيضا شيء من الاشتغال الذي لم يمنعه عما هو فيه من عظيم العناية بصلاته وإقباله على ربه. هذا الموقف جاءت فيه جاريتان من بني عبد المطلب، وفي رواية عند ابن حبان تشتدان، يعني تسرعان وبينهما شيء من الخصومة، قد اقتتلتا وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام. قال فأخذهما بيديه فنزع إحداهما من الأخرى، يعني اشتبكتا واشتدتا وبينهما مخاصمة، فربما أمسكت هذه بيد تلك أو برأسها أو بشعرها وهو في الصلاة، لكنه ما جاءتا إليه، وربما ما قصدتا الإتيان إليه، لكن هذا الذي وقع وهو في الصلاة فلم يقطعها ليحل الخصومة التي بينهما، ولم ينصرف عن ذلك ويتركهما أيضا تستمران في الخصومة. فالذي حصل أنه استمر في صلاته. قال فأخذهما بيديه فنزع إحداهما من الأخرى، وفي رواية عند أحمد ففرع بينهما، أي فرق بينهما. قال وهو في الصلاة، وفي لفظ أحمد في مسنده رحمه الله فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان ذلك وهو جالس في التشهد. أخذتا بركبتيه يعني أقبلتا إليه حتى وصلتا إلى حيث جلوسه عليه الصلاة والسلام، فأمسكتا بركبتيه، فكان منه عليه الصلاة والسلام أن فرع بينهما. قال ولم ينصرف. ما معنى لم ينصرف؟ لم يقطع صلاته، لم يترك صلاته. وفي رواية أيضا عند أحمد بن حبان قال فلا ولم يبالي بذلك، ولا يبالي، يعني كأن ذاك أمر عارض، كأنما أزاح شيئا من أمامه في المصلى واستمر في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أيضا شاهد لما تقدم ذكره في المجلس الماضي من أنه ربما عرض له في الصلاة ما يستدعي شيئا من الحركة أو التصرف، لكنه ليس بالذي على حساب ما هو فيه من عظيم إقباله على ربه سبحانه وتعالى. وتقدم أيضا أن هذا المقام الرفيع
في استمرار أنس القلب بالصلاة بحيث لا تشوش عليه تلك العوارض والمواقف الطارية، لا تتأتى إلا لمن ارتقى مقاماً عظيماً في الخشوع والاستمتاع بالصلاة والتلذذ بها، فهي مجاهدة حتى يبلغ المرء تلك المقامات. لكن الجهاد يبتدئ بخطوات يسيرة حتى يرزق المرء بأن يبلغ ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده هكذا فرجع، فمرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب. عند الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه وغيرهم رحم الله الجميع هذا الحديث وهو ضعيف السند، أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وذلك في بعض حجراته، ولعله في حجرة زوجه أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: فمر بين يديه غلام، والغلام هذا هو ابن أم سلمة، قيل عبد الله وقيل عمر. فلما مر بين يديه قال عليه الصلاة والسلام بيده هكذا فرجع، يعني منعه أن يعبر من أمامه، قال بيده هكذا يعني منعه أن يعبر بين يديه فرجع الغلام. فمرت بين يديه جارية يعني فتاة، فقال بيده هكذا، وقيل الجارية هذه هي زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها، فقال بيده هكذا فمضت يعني لم تقف. لما مر الغلام قال بيده هكذا فرجع، فلما جاءت أخته الصغيرة أرادت أن تعبر فمر ففعل ما فعل مع أخيها، قال بيده هكذا لكنها مضت ولم تقف عند إشارته عليه الصلاة والسلام. قال: فلما صلى وانتهى من صلاته قال: هن أغلب، يعني أن النساء أغلب من الرجال وأنهن أقوى حيلة، وأنه لما قال لأخيها عبد الله أو عمر هكذا وقف وامتثل، لكن لما قال لأخته زينب هكذا استمرت ومضت حتى عبرت، والحديث فيه ضعف والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان ينفخ في صلاته، ذكره الإمام أحمد وهو في السنن. وأما حديث النفخ في الصلاة كلام فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه سعيد في سننه عن ابن عباس قوله إن صح. هذا أمر آخر من أمور عمله في الصلاة صلى الله عليه وسلم، مما ليس هو من أفعال الصلاة، ما هو النفخ في الصلاة. والمقصود بالنفخ خروج الهواء من الفم، وليس عبثا، لكنك لو فهمت الشاهد علمت ما المقصود بالنفخ في الصلاة. في مسند أحمد وفي السنن كما أشار المصنف رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صلاة الكسوف قال: فجعل ينفخ في آخر سجوده من الركعة الثانية ويبكي ويقول: لم تعدني هذا وأنا فيهم، لم تعدني هذا ونحن نستغفره. وفي رواية: وجعل يبكي في صلاته، وجعل ينفخ ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفره صلى الله عليه وسلم. فهمت إذن أن النفخ هنا هو ما يحصل للمصلي إذا اشتد به البكاء، فامتلأ الصدر من ذاك الكظم من البكاء من الألم والحرقة والخشية والخوف، فينشأ في الصدر أزيز، ويحدث أيضا شيء من اضطراب التنفس، فيشتد خروج الهواء من الصدر فيخرج على هيئة النفخ. ولا يقصد أن ينفخ الإنسان هكذا باختياره بأن يخرج الهواء من فمه، لكن الباكي بشدة كحال الخاشع في صلاته والمتأثر، فإنه إذا احتبس البكاء وتمنع وحاول أن يتصبر يغلبه ذلك، فربما خرج الصوت بالبكاء وخرج الهواء أيضا من رئتيه بالفم، فيكون هذا المسمى نفخا. قال: وكان ينفخ في صلاته صلى الله عليه وسلم، ذكره الإمام أحمد وهو في السنن. إذا ثبت هذا وصح عنه صلى الله عليه وسلم، وليس هذا في أحوال دائمة بل كما ثبت في صفة صلاة الكسوف،
فقد نبه المصنف رحمه الله على ما يبدو مخالفا لهذا، قال: وأما حديث النفخ في الصلاة كلام، بهذا اللفظ النفخ في الصلاة كلام، بمعنى أنه كما لا يجوز الكلام في الصلاة فكذلك لا يجوز النفخ في الصلاة، وإذا كان الكلام في الصلاة يبطلها فالنفخ في الصلاة يبطلها، وهو قول لبعض الفقهاء أن مما يلحق بالكلام المبطل في الصلاة التنحنح والنفخ والصوت الذي يخرج إذا تجاوز حرفاً أو اثنين، وللفقهاء في ذلك تفصيل. ومن جملة استدلالهم بعض الروايات كالتي أشار إليها المصنف، قال: وأما حديث النفخ في الصلاة كلام فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه سعيد في سننه، يعني سنن الإمام سعيد بن منصور رحمه الله، قال: رواه عن ابن عباس قوله إن صح، يعني الذي رواه سعيد بن منصور أثرا موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما لا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن صح ذلك، يعني في نسبته إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وأما الحديث فكما أشار المصنف فإن فيه اعتلالا، والحديث ربما كان بمجموع طرقه يرقى إلى درجة الحسن، ولذلك علقه البخاري بغير صيغة الجزم في باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يبكي في صلاته وكان يتنحنح في صلاته، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، أما الأول قوله وكان صلى الله عليه وسلم يبكي في صلاته، هذا أيضا من الأمور التي هي ليست من جنس أفعال الصلاة، أفعال الصلاة قيام وركوع وسجود واعتدال، لكن البكاء أثر مصاحب للخشوع في الصلاة في مواضع. هل بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، فإنه بشر ويعتريه ما يعتري البشر، يضحك ويبكي ويفرح ويحزن، كل ذلك واقع في حياته عليه الصلاة والسلام. إذن فهل بكى في الصلاة؟ الجواب نعم، وله شواهد ومواضع متعددة رواها الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم، من ذلك حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء، وفي رواية: وفي صدره أزيز كأزيز المرجل، الأزيز الصوت، وشبهه بأزيز الرحى، وفي رواية بأزيز المرجل. أزيز الرحى الحجران، حجراء حجرتا الرحى اللتان تطحنان الحب فلها صوت إذا تحركت، والمرجل القدر الذي يكون من حديد أو من نحاس إذا وضع على النار فوصل الماء فيه إلى الغليان فإنه يفور، فإذا فار صار للقدر صوت واضطرب، وإذا كان له غطاء تحرك فأحدث صوتا، يقال أزيز القدر على النار وأزيز الرحى. شبه رضي الله عنه صوت بكاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالأزيز، أزيز المرجل أو أزيز الرحى، والمقصود أنه ليس صوتا عاليا بالبكاء وفيه صراخ أو صياح، لا ليس ذلك، بل هو الصوت المكتوم الذي يتصبر فيه ويكظم صوت البكاء، فإذا خرج الصوت من البكاء خرج مع تلك المدافعة صوتا فيه انكتام للنفس، ولهذا يحدث النفخ في الصلاة، وإذا خرج صوت البكاء خرج مكتوما كصوتا كصوت أزيز المرجل كما قال. إذن بكى عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. وفي حديث عند الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. هذا في قصة غزاة بدر، وهي ليلة الغزوة، ليلة القتال، بات ليلته عليه الصلاة والسلام غير نائم، بات داعيا، بات باكيا، يتوسل إلى الله، يستنزل النصر من الله، يرجو ويدعو الله بصدق وتضرع وإلحاح أن يكون له من ربه الوعد الذي وعد،
وكذلك كان كما ظن بربه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أيضا الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عطاء بن أبي رباح قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقلت فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزور؟ فقال: أقول يا أمه كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا. قالت فقالت: دعونا من رطانتكم هذه. قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة: ذريني أتعبد الليلة لربي. قالت فقلت: والله إني لأحب قربك يا رسول الله وأحب ما تحب أو ما يسرك. قالت فقام فتطهر صلى الله عليه وسلم ثم قام يصلي. قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت وكان جالسا فلم يزل يبكي حتى بل لحيته ثم بكى حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران. فهذه شواهد وغيرها كثير يحكي فيها الصحابة رضي الله عنهم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فهي سنة إذن لمن خشع قلبه في صلاته إماما كان أو مأموما أو منفردا. والسنة التي ينبغي أن تراعى هي هذه التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام: البكاء بصوت خافت لا بصياح ولا اضطراب ولا إزعاج ولا إسماع للآخرين من حوله، بل هو شيء يسر فيه العبد خشوعه بينه وبين ربه، فإذا غلبه الخشوع وغلبه البكاء بكى ولصدره أزيز كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها، فإذا أتيته استأذنت، فإن وجدته يصلي تنحنح دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي. ذكره النسائي وأحمد. ولفظ أحمد: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. فهذا رواه أحمد وعمل به، فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة. هذه من مسائل الخلاف بين الفقهاء: من تنحنح في صلاته، سواء كان ذلك لحاجة أو غلبه. التنحنح في الصلاة إن كان غالبا للإنسان بحيث إذا أصاب حلقه شيء أو شرق بشيء من طعام أو بقايا شراب في فمه أو حتى من ريق فمه، فأصابه شيء من الحشرجة في صوته أو شيء مما غلبه فتنحنح فلا حرج. وإن كان ذلك يريد به أو يقصد به المصلي بالنحنح يريد به إشارة لآخر خارج الصلاة فهذا فيه كلام الفقهاء، ومنهم من ألحقه بالكلام المبطل للصلاة إذا كان عمدا، وممن قال بعدم إبطاله للصلاة من الفقهاء استدل بهذا الأثر أو بهذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها، فإذا أتيته استأذنت، فإن وجدته يصلي تنحنح دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي. هذه خصوصية لعلي رضي الله عنه، ولذلك قال في الرواية الأخرى: كان لي من رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء ليس لغيري. ما هو؟ هو خصوصية دخوله عليه في أوقات لا يدخل فيها عليه سواه، وهذا من خصوصية علي أبي الحسن رضي الله عنه، فإنه ابن عمه وصهره زوج ابنته وأبو أحفاده عليه الصلاة والسلام. فعلي رضي الله عنه قريب من قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من خواصه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في غير صلاة أذن له بأن يقول له ادخل،
وإذا كان في صلاة فإنه لا يستطيع الكلام فيقيم مقام الإذن بالدخول تنحنحه في الصلاة، فيفهم علي رضي الله عنه أن يدخل، يفهم منه أنه إذن له بالدخول. قال رضي الله عنه: فإذا أتيته استأذنت، فإن وجدته يصلي تنحنح دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي، يعني بالكلام. ولفظ أحمد رحمه الله: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، يعني وقتان أو ساعتان، إحداهما بالليل وأخراهما بالنهار. قال: وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. قال المصنف رحمه الله: فهذا رواه أحمد وعمل به، فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة. ومن خالف من الفقهاء ضعف الحديث، والحديث فيه ضعف الذي هو حديث علي رضي الله عنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى. كذلك قال عبد الله بن عمرو عنه: وأمر بالصلاة في النعل مخالفة لليهود. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه الأئمة أبو داود والبزار والبيهقي وغيرهم وصححه ابن حبان والحاكم، قال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. النعل ما يلبس في القدم أكرمكم الله، ولا يغطيها من كلتا الجهتين أعلى وأسفل، لكنه يغطي باطن القدم ويقيها مما يكون على الأرض من وسخ أو حجر أو شوك ونحوه، ونسميه اليوم نعالا. وأما الخف فما غطى باطن القدم وظاهره، يعني أسفله وأعلاه، وغطى مع ذلك المنكب أيضا، غطى مع ذلك الكعب أيضا، فيرتفع إلى ما فوق الكعبين، فهذا الفرق بين الخف والنعال. قال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. هذا الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام ثبتت به سنته القولية مع سنته الفعلية. ما الفعلية؟ ثبوت أنه كان يصلي لابساً عليه تارة. ولذلك أحاديث، منها الحديث الصحيح المشهور، حديث صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى في نعليه، وذلك أنه في الحديث الصحيح لما صلى الله عليه وسلم فخلعني عليه في الصلاة، فخلع القوم نعالهم، فلما سألهم نبي الله صلى الله عليه وسلم عن صنيعهم قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم، مع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه الذي أشار إليه المصنف بقوله: كذلك قال عبد الله بن عمرو. ماذا قال؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. فأثبت كلتا الحالين لرسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة فيما يتعلق بقدميه من لبس النعل وعدمه. وكذلك أيضا ثبت حديث عائشة رضي الله عنها فيما صحح الألباني عند النسائي والطبراني في الأوسط، قالت رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، ويصلي حافيا ومنتعلا، وينصرف عن يمينه وعن شماله. الحديث هذا مع حديث عبد الله بن عمرو مع غيره من الأحاديث التي ثبت فيها أنه صلى الله عليه وآله وسلم ربما صلى في نعاله، يثبت هذه السنة بلا امتراء. الصلاة بحيث يلبس المصلين عليه، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل اليوم: هل الصلاة في النعال سنة وصحيحة ولا حرج فيها؟ الجواب نعم، لكن مع مراعاة ما يتعلق بهذه السنة. كيف يعني؟ يعني كانت مساجدهم غير مفروشة بفرش ولا سجاد ولا بساط، بل كانت أرض المسجد من الحصباء أو الرمل الناعم أو التراب، فكانت أرض المسجد كسائر الأرض خارجها، فالطرقات وأرض المسجد عندهم سواء، بل كانت حتى بيوتهم بالكاد أن يفرش فيها سرير أو فراش يجلس عليه صاحب البيت، فلم تكن أنماط الحياة آنذاك كما هي عليه اليوم. فكان المصلي إذا صلى فينا عليه وأتى، إذا لبسنا عليه وأتى، فإنما يمشي في أرض المسجد كما يمشي في سائر الأماكن خارج المسجد،
فكانت الصلاة في النعال على هذا المعنى صحيحة جائزة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل علمنا فقال لما خلع الصحابة نعالهم في الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل، فخلع الصحابة نعالهم فسألهم صلى الله عليه وسلم عن الذي حملهم على ذلك، فقالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن بهما نجاسة، فبين سبب خلعه، ثم قال إذا أتى أحدكم إلى الصلاة وفي نعليه قذر فليمطه عنهما ثم ليصلي، فبين أدب الصلاة في النعال وهو أن يتأكد من عدم وجود نجاسة في نعله. فيقال اليوم الصلاة في النعل جائزة وتطبيق للسنة بمراعاة أمرين، أولهما التأكد من عدم وقوع نجاسة فيها أو قذر يصيب المصلي في صلاته، أما النجاسة فمبطلة للصلاة ولا تصح الصلاة مع نجاسة في ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه الذي يصلي فيه. والأمر الثاني وهو المهم مراعاة حال الناس اليوم في المساجد والمصليات المفروشة بالفرش والأثاث، فلا يليق عرفا أن يأتي المصلي بنعله الذي مشى به في الطرقات وربما دخل به دورات المياه وأتى إلى المواضع وفي أرضها ماء وبقايا رطوبة، أو خرج به من الحمام أكرمكم الله ثم يأتي فيطأ به فرش المساجد المخصص للصلاة المطهر والمنظف والمطيب أحيانا. فهذا وإن قال صاحبه أنا أزلت النجاسة التي فيه وليس فيه إلا غبار أو تراب طاهر، فيقال له وإن كان جائزا لكن العرف اليوم يأبى مثل ذلك. وأمارة هذا أن هذا الذي يقول مثل ذلك لا يرضى أن يطأ هو بنعله تلك أرض مجلسه الفاخر الذي فرشه بالسجاد ويستقبل فيه الضيوف، ولا يقبل أن يدخل به فيطأ على المجلس الذي قد صرف فيه المال وأثثه وجهزه وهيأه. هذا وإن لم يكن ممنوعا شرعا فإنه مرفوض عرفا. إذن كيف ممكن أن نطبق مثل هذه السنة في أحوال متعددة؟ إذا صلى أحدنا في فلات أو في صحراء أو برية أو مستراح أو مزرعة ونحوها، وصلى على تراب أو حصباء أو على أرض رملها طاهر، أو صلى على شاطئ بحر ونحو ذلك، أو صلى مسافرا راكبا في طائرة أو في سيارة أو قطار، فإن نعليه ما تزال في قدميه، فهكذا يمكن له أن يطبق مثل تلك السنة مع مراعاة الأمر الأول وهو التأكد من خلوهما من النجاسة المبطلة للصلاة. قال رحمه الله تعالى وأمر بالصلاة في النعل مخالفة لليهود، وتقدم الحديث خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة وهو أكثر. الثوب الواحد مثل الحلة التي يلبسها المصلي فتكون عليه من أعلاه إلى أسفله، والثوبان المقصود به قطعتان من الملابس، وهي غالبا ما كانت في ذلك الوقت إزار ورداء كما يلبس المحرم اليوم، إزار في نصف جسده الأسفل ورداء في نصف جسده الأعلى على صدره وكتفيه، وربما كان إزارا في الأسفل وما يسميه اليوم وزرة بعض الناس أو يسمونه فوطة أو نحوها، ويلبس فوقه قميصا، قميص بأكمام وأزرار. فإذا كان قميصا مع إزار أو رداء مع إزار فهذان ثوبان، وقد كان هذا عامة لباسهم، والغالب عليهم في صدر الإسلام قلة اللباس، وذلك لما كان من غالب أحوالهم من القلة وعدم الوفرة لا في اللباس ولا في الطعام ولا الشراب ولا الأثاث ولا سائر مناحي الحياة، كان يغلب عليهم التقلل. فها هنا سؤال، هل يجوز الصلاة في ثوب واحد؟ هذه مما اختلف فيها الفقهاء بسبب نهيه صلى الله عليه وسلم حيث قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، لكنه قيد فقال ليس على عاتقه منه شيء. فالصلاة في الثوب الواحد يعني أن تلبس قطعة واحدة على جسدك، إما أن تأتي بملحفة فتلفها على جسدك وهي قطعة واحدة تغطي صدرك وبطنك وأسفل جسدك على الأقل إلى ما يستر العورة إلى الركبتين. قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فجاء النهي عن كشف العاتقين مع الاقتصار على إزار فقط،
أو مع لباس في أسفل الجسد الواحد فقط، ومع انكشاف الصدر وانكشاف العاتقين، فهذا فيه النهي عن الثوب الواحد. وعلة ذلك أمور، منها أنه لا يؤمن انكشاف العورة، ومنها أنه ربما انشغل المصلي بإمساك إزاره خشية أن يقع فيكون مشغلة في صلاته. على كل حال، تلك مسألة محل خلاف، فأشار المصنف رحمه الله إلى ثبوت الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هما؟ الصلاة في الثوب الواحد والصلاة في الثوبين، كلاهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج الأئمة أصحاب السنن أحاديث تشهد لذلك، أي لكلا الأمرين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، يعني تجوز أو لا تجوز، فقال عليه الصلاة والسلام: وكلكم له ثوبان، أو قال: ولكلكم ثوبان. إيش يعني؟ قال: هل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فكان الجواب سؤالاً: هل لكلكم ثوبان؟ يعني أنتم في الغالب لا تملكون ثوبين، فإذا منعنا الصلاة في الثوب الواحد لن تستطيعوا الصلاة. فكأنه قال: نعم، لأن الغالب عليكم أنه لا يجد كلكم ثوبين يلبسهما في صلاته. قال: ولكلكم ثوبان. بوب الإمام البخاري رحمه الله فقال: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. وكذلك تراجم الأئمة كأبي داود والنسائي وابن ماجة: باب ما جاء في الثوب الواحد. أخرجوا فيه هذا الحديث وغيره كحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. فإذا صلى في الثوب الواحد ولم يقع في النهي الذي نبه عليه، قال: ليس على عاتقي منه شيء. والحديث أيضا في الصحيحين. ومثله أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في ثوب واحد ملتحفا به، أو قال: مشتملا عليه. وفي رواية أيضا عند مسلم من حديث أبي سعيد زاد قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه. إذن هذه الأحاديث التي دلت على جواز صلاته في الثوب الواحد عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى: متوشحا به، أو مشتملا به، أو ملتحفا به. قال الإمام النووي رحمه الله: المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناها واحد. قال ابن السكين: التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت اليمنى، ثم يعقدهما على صدره. فهذا معنى الاشتمال بالثوب الواحد، أو معنى الالتحاف به، أو كما قال معنى التوشح به. فدل الحديث على جواز الصلاة بالثوب الواحد، وإنما سأل الصحابة عن ذلك بسبب ما كانوا عليه كما قلت من الحاجة. وجاء النهي عن الثوب الواحد مع انكشاف العاتقين خشية انكشاف العورة، فأفادهم وأجابهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما تقدم. وأما حديث الثوبين قال: وهو أكثر، يعني كان أكثر أحواله أنه كان يصلي في ثوبين. والمقصود بالثوبين كما قلت لك قطعتان من اللباس، وغالبا ما تكون إزارا ورداء أو إزارا وقميصا، فهذا يسمى ثوبا. أما العمامة وما يغطي الرأس فلا يسمى ثوبا. ومن ذلك حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، يعني من جلد، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، يعني بقايا ما ينفصل من ماء الوضوء عن أعضائه عليه الصلاة والسلام. قال: فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. قال: ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، والعنزة مثل الحربة أو الرمح الصغير أو القصير، فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد، خرج في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين. قال: ورأيت الناس والدواب يمرون من ورائي أو من بين يدي العنزة. فالشاهد في الحديث قوله: صلى في حلة حمراء، والحلة بردان
ما تسمى حلة إلا إذا كانت من قطعتين، إزار ورداء يمنيان يأتيان من أرض اليمن، منسوجان بخيوط فيها لون أحمر، وليست الحمر الخالصة، لأن اللباس الأحمر الخالص جاء النهي عن لباسه كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى في ثوبين وصلى في ثوب، والغالب صلاته في ثوبين عليه الصلاة والسلام. أما اليوم فلا يكاد يصلي الناس إلا في أثواب لا ثوب واحد، ثوبك الذي يعلوك وتحته قطعة أو ثنتان أو ثلاث، فهذا تعدد في اللباس، أمن فيه الناس من انكشاف العورات، وتزينوا فوق ذلك بلباس يأخذون فيه زينتهم إلى المساجد كما أمر الله جل جلاله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك القنوت، ولم يكن من هديه القنوت فيها دائما. ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول: اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، إلى آخره، ويرفع بذلك صوته، ويؤمن عليه الصحابة دائما إلى أن فارق الدنيا. ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة، بل يضيعه أكثر أمته وجمهور أصحابه، بل كلهم، حتى يقول من يقول منهم إنه محدث، كما قال سعد بن طارق الأشجعي: قلت لأبي: يا أبت، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا وبالكوفة نحو من 5 سنين، فكانوا يقنتون في الفجر. قال: أي بني، محدث. رواه أهل السنن وأحمد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. القنوت يا إخوة في الصلاة معناه الدعاء في محل مخصوص من القيام، يسمى قنوتا، وهو أنواع، فمنه ما اتفق العلماء وأهل الإسلام على صحته ومشروعيته، وهو نوعان: قنوت الوتر وقنوت النوازل. فهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء. قنوت الوتر في صلاة الوتر، بأن يدعو المصلي في آخر ركعة قبل الركوع أو بعده، كلاهما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعد الركوع أكثر وأشهر. وقنوت النوازل إذا ما نزلت بالمسلمين نازلة وحلت بهم مصيبة في أرض من أرض ديارهم وبقعة من بقاعهم، حلت بهم كارثة أو مصيبة أو هجمهم عدو أو آذاهم مؤذن أو حلت بهم حرب أو نحو ذلك، فإنه يشرع القنوت في النوازل دعاء واستنصارا لمن نزلت بهم النازلة. وهذا لا يختص بالصلاة، بل يكون في عامة الصلوات، فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء. ومنهم من قيده بالصلوات الجهرية: الفجر والمغرب والعشاء. فهذا من نوعان: قنوت الوتر وقنوت النوازل، لا خلاف فيهما، وأهل العلم كافة على صحة ذلك ومشروعيته. النوع الثاني من القنوت في الصلاة: القنوت في غير الوتر وفي غير النوازل، والمقصود به القنوت في صلاة الفجر خاصة، كما هو مذهب الإمام الشافعي رحم الله الجميع. فإن القنوت في صلاة الفجر على مدار العام دائما في كل أيام السنة ليس قنوت وتر ولا قنوت نوازل، بل هو قنوت صلاة الفجر خاصة. فهذا مما اختلف فيه الفقهاء، والمصنف رحمه الله سيقرر المسألة بمنهج علمي سديد، وفيه إنصاف وتوسط واعتدال في تقرير المسألة، وهي مما أفاض فيها الفقهاء. فمن استدل على جواز ذلك أورد الأدلة وناقش، ومن منع ذلك بين سبب المنع وتناقش في صحة الأدلة. فبدأ بمقدمة عامة، قال: قنت في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك القنوت. ما القنوت هنا الذي ثبت؟ هذا قنوت نازلة نزلت، وسيأتي ذكرها بعد قليل، عن أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في صلاة الصبح
يدعو على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. زاد بعضهم في بعض الرواة أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما دعا بعدما حصل للسبعين من أصحابه في المقتلة في بئر معونة من قراء الصحابة، وكانوا نحو من سبعين صحابية غدر بهم فقتلوا رضي الله عنهم، فشق ذلك عليه فجعل يقنت شهرا يدعو على تلك القبائل التي غدرت بالقراء من أصحابه فقتلوهم عن آخرهم، وهي القبائل المسماة في الحديث. ولما سئل أنس رضي الله عنه أيضا في الصحيحين أقنت النبي عليه الصلاة والسلام قبل الركوع، فقال قال السائل قلت إن فلانا يزعم أنك قلت القنوت بعد الركوع، قال كذب يعني أخطأ، وليس المقصود بهنا بالكذب نسبته إلى تهمة الكذب، فإن الكذب في الحجاز يقال للخطأ، فإذا قيل لفلان كذب أو كذبت يقصدون به الخطأ، فقال كذب. ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم، قال بعث 40 أو 70 على الشك في الراوي من القراء إلى أناس من المشركين، فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، قال فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم، يعني من الحزن وألم قلبه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الذي أراد المصنف في بداية المسألة وقد أطال في تقريرها، قال قنت في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك القنوت، قال ولم يكن من هديه القنوت فيها دائما، في ماذا؟ في صلاة الفجر، لكن الذي ثبت في الصحيحين أنه قنت في الفجر شهرا واحدا فقط، وعلمت السبب والقصة. أما استمرار ذلك قال فلم يثبت، قال ولم يكن من هديه القنوت فيها دائما. ثم قال من المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة، في كل فجر يعني بعد اعتداله من الركوع، يقول اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت، دعاء القنوت إلى آخره، ويرفع بذلك صوته ويؤمن عليه الصحابة دائما إلى أن فارق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة. يقول هذا محال، هل وجدت هذا في الروايات؟ هل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الوصف الدقيق التفصيلي، ذكروا رفع اليدين والركوع والرفع والسجود، ذكروا حتى اضطراب لحيته في القراءة وماذا يقول في دعاء الاستفتاح والجلوس بين السجدتين وألفاظ التشهد بدقة، نقلوا كل شيء، كنت تفترض أنه لو كان طيلة حياته في أيام السنة يقنت بعد الفجر أن تجد هذا في روايات متعددة، وستجد منها الصحيح والضعيف كما هو في شأن سائر أحاديث أوصاف الصلاة، لكننا ما نجد هذا. وعامة من روى صفة صلاته ما ذكر هذا، لا حديث أبي حميد ولا حديث عائشة ولا حديث أبي هريرة ولا حديث أنس ولا غيرهم رضي الله عنهم جميعا ممن وصف الصلاة، ما ذكروا مسألة القنوت في صلاة الفجر باستمرار. فأراد بهذه المقدمة أن نخضع هذه المسألة لمنهج علمي، ننظر، فإذا قيل لنا بلى يوجد حديث واحد ضعيف هنا وحديث آخر هناك فيه خلاف، فيقال في الجواب أتكون سنة ثابتة في الصلاة مشهورة مكررة دائمة ثم لا نجد فيها حديثا يروى بطريق صحيح؟ قال رحمه الله بل يضيعه أكثر أمته وجمهور أصحابه. يقول هذا أشد استحالة، أن يبلغ الأمر بأن بعض المتقدمين في الأمة من زمن التابعين ينكر مسألة القنوت في الفجر، واستدل على ذلك فقال حتى يقول من يقول منهم إنه محدث، يعني شيء في الدين لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا وبالكوفة نحو من 5 سنين فكانوا يقنتون في الفجر، قال أي بني محدث، يعني ليس شيئا ثابتا في السنة بل هو شيء طارئ زائد في الصلاة وصفتها. أخرج ذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. لا تعجل في حكم ابن القيم رحمه الله على المسألة، فإنه قد أنصف فيها وتوسط فيما سيأتي من كلامه رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر الدارقطني عن سعيد بن جبير أنه قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. هذا الأثر الذي أخرجه الدارقطني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في الحكم بأن القنوت في الفجر بدعة أثر ضعيف، ولهذا قال الإمام الدارقطني: لا يصح، وأبو ليلى الكوفي متروك، وقد روينا عن ابن عباس أنه قنت في صلاة الصبح، بل قال الدارقطني وأورد الحديث للرد عليه، وأن من احتج به بأن ابن عباس رضي الله عنهما يراه بدعة رواية ضعيفة أولا، وصح عنه من فعله أنه كان يقنت هو في الفجر رضي الله عنهما. نعم. قال: وذكر البيهقي عن أبي مجلز أنه قال: صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت، فقلت لابن عمر: لا أراك تقنت. قال: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا. طيب، وهذا أيضا أثر آخر عن ابن عمر أورده الإمام البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى، وهو مما استدل به جمهور الفقهاء على عدم ثبوت سنة القنوت في صلاة الفجر. والإمام الدارقطني شافعي، والإمام البيهقي شافعي، وهم يريدون هذه الآثار للتعقيب عليها. فأثر ابن عباس ضعيف وفي رواته متروك، وأثر ابن عمر عقب عليه البيهقي فقال: نسيان بعض الصحابة أو غفلته عن بعض السنن لا يقدح في رواية من حفظه وأثبته. يعني هب أن ابن عمر رضي الله عنهما ما أدرك المسألة ولم يعلمها، فهذا لا يعارض رواية من رواها وأثبتها. لكن هذا الكلام أيضا مناقش بأن ابن عمر رضي الله عنهما هو من رواة حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الفجر، فترك ابن عمر له دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم على هذا الدعاء، بل دعا في وقت خاص كما تقدم ذكره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقنت كل غداة ويدعو بهذا الدعاء ويؤمن الصحابة لكان نقل الأمة لذلك كنقلهم لجهره بالقراءة فيها وعددها ووقتها. هذا كمثل ذاك. أرأيت كيف نقلوا أنه يجهر في الصلاة في المغرب والعشاء في الأوليين، ويسر في الظهر والعصر؟ شيء تواطأ على ذكره لأنه متكرر في كل يوم. فلو كان القنوت في صلاة الفجر ثابتا مستمرا لنقلوه كما نقلوا ذاك سواء بسواء. قال: وإن جاز عليهم تضييع أمر القنوت فيها جاز عليهم تضييع ذلك ولا فرق. وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كل يوم وليلة 6 مرات دائما مستمرا، ثم يضيع أكثر الأمة ذلك ويخفى عليها. هذا من أمحل المحال، بل لو كان ذلك واقعا لكان نقله كنقل عدد الصلوات وعدد الركعات والجهر والإخفات وعدد السجدات ومواضع الأركان وترتيبها، والله الموفق. بهذا الطريق التي هو كالقاعدة، بمعنى أن كل شيء في أمر الصلاة إذا كان سنة مستمرة ثابتة فالشأن فيها أن تنقل برواية صحيحة لا تخفى. قال: ولهذا قررنا أن الجهر بالبسملة كل يوم وليلة 6 مرات في الصلاة، يقصد 6 مرات كل يوم، لو كان هذا صحيحا ثابتا لثبت، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في سائر الصلوات: ركعتين فجر وركعتين أوليين في المغرب والعشاء. هذه 6 مرات لو كان يجهر بالبسملة لنقلوا ذلك، فدل على أن الجهر بالبسملة ليس هو الأصل الثابت في صلاته. لكن لو قلت ذلك ثم قلت لم يروى، كأنك تنسب تضييع هذه السنة إلى أكثر الأمة وخفائها عليها. قالوا: هذا من أمحل المحال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه جهر وأسر وقنت وترك، وكان إصراره أكثر من جهره، وتركه للقنوت أكثر من فعله. هذه الخلاصة هي التي قررها المصنف رحمه الله، وله فيها تفصيل لطيف
وكلام علمي محكم نأتي على تفصيله في المجلس المقبل إن شاء الله. قال: الإنصاف بين كلام الأئمة الفقهاء وما يحتكم إليه من الأدلة في مسألة الجهر بالبسملة والقنوت في الفجر، الإنصاف أنه صلى الله عليه وسلم جهر وأسر في البسملة كلاهما ثابت، وأنه في القنوت قنت وترك، وكان إصراره يعني بالبسملة أكثر من جهره، وكان تركه للقنوت أكثر من فعله. ما الذي يترتب على ذلك؟ أن تثبت كلا الأمرين سنة مع معرفة السنة الأكثر في شأنه وفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم ثم تركه لما قدم من دعا لهم وخلصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين، فكان قنوته لعارض، فلما زال ترك القنوت. ولتفصيله بقية باقية في كلام مهم في هذه المسألة ينصف فيها خلاف الفقهاء، فلا يخطأ أحد ولا يحكم على قول بأنه بدعة وخلاف السنة وهي صحيحة ثابتة، لكن للإنصاف أن يقال سنة أقوى من سنة وأشهر منها، وكلاهما صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعود لمواصلة ذلك في مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. فاجعلوا حظكم من بقية ليلتكم هذه وجمعتكم غدا الاستكثار من الصلاة والسلام على نبي الأمة وهاديها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الصلاة على النبي وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم، صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدد في الغمام المظلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أحينا على سنته وأميتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.